احنا هلا موجودين على الميناء تبع جزيرة سيبوم، ورح ناخذ هلا الباخرة نطلع على جزيرة بنفس الاقليم اسمها بوهول، ولكنها تبعد مسافة ساعتين بالباخرة. ورح نغطي بعض المعالم السياحية اللي موجودة هنا، اللي بننصحكم انكم تروحوا تزوروها وتشوفوها اثناء تواجدكم في مدينة سيبوم. هلا احنا وصلنا على جزيرة بوهول، وراح نروح على اول معلم سياحي بدنا نغطيه من هاي الجزيرة اللي هو اسمه شوكليت هيلز. فخلينا نروح نستكشف هاي المنطقة. واحنا هلا وصلنا على موقع تلال تشوكلت او تشوكلت هيلز في جزيرة بوهول، وعشان نقدر ناخذ منظر بانورامي على كل الجبال هاي والتلال اللي موجودة لازم نتسلق هاي الدرجات 214 درجة. يلا تعالوا معنا. هنا احنا وصلنا على قمة البانوراميك فيو تبع تشوكلت هيلز، وسبب تسمية تشوكلت هيلز بهذا الاسم انه بوقت مواسم الجفاف بتحول كل الورق والاعشاب اللي على هاي التلال بيصير لونه اصفر وبني، فمن هون اجت التسمية بتشوكلت هيلز. وعدد هاي التلال من 1260 تل ل 1776. وقفنا على هاي المحمية احنا، وفي حيوان هوني مميز بجزيرة بوهول اسمه تارتشير، حيوان كتير صغير زي وشكله زي القرد تقريبا، عيونه كتير كبار، وهو حركته بالليل بتكون وبالنهار بيضلوا نايم متعلق على الشجر. فهلا رح نحاول نصوره ونورجيكم اياه. وهلا بعد ما خلصنا كل الرحلات السياحيه تبعتنا اجينا عشان نتغدى على هذا القارب ونمشي بهذا النهر قبل ما نرجع على الجزيره الرئيسيه اللي هي جزيره سيبو.
Anya sa karong si mong mahal nga tubangan naghalad, nagpasalamat, nakatumag sa mga panaad. وإذا عجبتكم هاي الحلقة ما تنسوا تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب. بنشوفكم الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.